مرحبا، كيف بعد؟ أنشو صارت شو بخير؟ اليوم اليوم أكلنا هوا. صباح الخير ميلا. ميلا قاعدة عم تبكي، أصالة عملت لها سندويشة، هي قاعدة ما بدها تاكل. من أمتى أنت هيك؟ باد بيبي. صباح الخير أصول، شو حيصير فيك اليوم أنت؟ أنا كثير خايفة على فكرة، ميلاد مو متوترة، كنت ما بدي صور. هيك كذاب يا روحة، قد جاني. عم تشرب وتاكل، شفتي ظلمتيها. طلعت تجيب اللابتوب هلا لأمها، مش رح تحط لها كوكو ميلون، رح تجيب لها اياها هلا تاخذها اياها. حتوقع على الارض، حتزته، لا حتعطي لمامي. هي قالت انا صاله، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم حيكون يوم كثير وحلو، وبصراحه ما كنت بدي اصور لانه حيكون في بكى، توتر، وجع، بنج. في شيء اسمه اللابينج جاز، هذا اللي بيخدروا فيه المريض، ولما يخدروه بيصير يعمل شغله بتضحك. واصلا في ناس بصير معهم اشياء ثانيه، فما بنعرف شو حيصير. اوكي، من الاخر هو يوم منيح لإلي ويوم مو منيح لأصالة. منيح لإلي لأنه أنا حيتظبطوا أسناني وحيصير في صف أحسن لأسناني وطريقة تظبيط كاملة مع الدكتور أحمد. أصالة على الطرف الثاني حتقلع ضرسين، مو ضرس واحد، بالعادة الواحد بيعمل ضرس. أصالة اليوم حتقلع كم واحد حبيبتي؟ اثنين. بتعرفوا شو يعني؟ يعني ما حقدر آكل. يا حرام، ما تخافوا، أصالة حتعمل كوسة محشي وتحطها بشلمونة تاني. بصراحة الشيء اللي أنا خايفة منه أكثر شيء إنه مفكرة هي الشغلة درس العقل، تاخذ دقيقتين، ما عرفت الوضع، قصة حيخيط بعد ما يقلع الدرس، وبعدين حاخذ يوم كامل لأستريح، وحيعطيني دواء للبين كيلرز. فأنا شوي هون توترت، وقال يمكن في احتمال في ناس بيورموا نص وشهم. طالما من غير شيء شكله مثل الشيب مانك، بدون شيء أنا خدودي كبار، رح أحطلكم هون الشيب مانك، حيطلع من هون. أنا تخيل يعني أصلا. أنا كمان بصراحة ما كنت بدي أصور لأنه حتشوفوا يمكن منظري بعدها، ما بعرف شو حيكون شكلي. انا كل يوم التصوير هاد مشان دقيقة واحدة حتصير بالفيديو لما اصالة تكون مخدرة بعد، ونشوف شو حتحكي. انا بدي اياها تحكي لي عن شغلات بحياتها ما حكت لي عنها. اي ثينك لازم يخيط لي تمرين. اوكي سو هلا احنا رايحين، تاخذنا على الدكتور، ولكن اذا انتم جداد على هاي القناه لا تنسوا تعملوا سبسكرايب عشان عائلتنا تكبر، وكمان اكبسوا زر اللايك. وين ميلا؟ تقول لايك ميلا تعي. اذا انتم جداد على هاي القناه لا تنسوا تعملوا سبسكرايب عشان عائلتنا تكبر، وكمان لا تنسوا تكسوا زر ال اكبسوا زر اللايك. ليتس جو. اوكي هلا وصلنا على دكتور الاسنان. شو وصل؟ جوري ميديكال سنتر. وهي اسراء. مرحبا اسراء، كيفك؟ شو الاخبار؟ انا امبارح عم بحلم شو حيصير لي، وكنت عم صرخ على الانستغرام. اوكي دكتور جوا صح؟ صحيح. صح يلا. هي بيب 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 بيب. ميلا عملنا لهم ازمه. ميلا اوه ما شاء الله. هلا حلو دكتور، كيفك؟ شو الاخبار؟ دكتور احمد جربوع. شو حيصير باسناننا؟ اوكي شوف انا ظبط لي اسناني، اصاله اعمل فيها مقلب. اوكي شو؟ لا لا، اول شيء كنت عم اقول له انه ظبط لك اسنانك احسن من اي اسنان ثانيه. دكتور فيك تقول لهم شو اوكي لا تقول لهم هلا، قول لهم بعد شوي. في مفاجاه محضر لكم اياها الدكتور. حتطلع هون؟ لا ما حتطلع هون. اوكي خلص. هلا اسناننا، اول شيء اسناننا، بعدين بنقول لهم شو حنعطيهم صح؟ خلونا نحكي موضوع سيريس هلا، لانه في شيء سيريس حيصير باسناننا وحنتبهدل. فلو سمحت دكتور ممكن تحكي لنا شو حيصير باسناني انا اول شيء؟ مبدئيا عملنا لك ديزاين لاسنانك. اوكي هذا شكل اسنانه. اوه هيك لما ابتسم حصير؟ يس. طلع هذا الفرق، طلع هون.
اوكي لا تطلع هون. هذا كله بعد ما نظبط شكل اللثة عندك. أوه. ونكبر حجم الاسنان شوي. يا جماعة أكبر مصيبة عنا، أكبر مصيبة عنا، شايفين لما ابتسم أنا ما ببين أسناني. ما عم تحترمني، ما عم... يا أخي والله العظيم شغلتي. على الأقل اتهم الدكتور حبيبتي، ما بيصير هيك. أوكي هن تعودوا عليك هيك، بس ما حلو قدام. لك تم جديد. أوكي كم ساعة أنا رح أقعد على الكرسي هذا؟ أربع ساعات. ساعة هلا 12، حقعد أربع ساعات على الكرسي. ناخذ بريك، ناخذ بريك. حناخذ بريك. طيب شو حتحط لي هون فيديوهات؟ شو بدك تتفرج؟ شو رأيك شكل الحب؟ الكوكينج شانل تبعي أنا عم بعمل فتة. الله يشرح يحط. أوه حفلة دو... لك لا هذا كان يوم نكد. قديه حلو بالكسرة بس أنا بعملهم ستة. وهذا فيديو حفلة زواجنا. واو طلع كيف كانت، طلع ميلا كيف كانت. بعدين بعد ما أنا أخلص القصة المهمة كلها حتكون برارارا حيدخلوا جوا، حيدخلوا هون عصالة صالة. عندي اثنين عائل درس. عائل درس حلو. هاشتاج عائل درس. هاشتاج عائل درس. طب دكتور عندي سؤال، فينا نشيل العائل نفسه؟ الحبل اللي موصول. طبعا الأصالة حطيت لها نايتروس أوكسايد. وبالعادة تحطوا هيك للناس ولا أنا سنتعلك ذي؟ أوكي هو بصراحة شوفي ما صار في دفع، بس هو كان كتير مبسوط إنه يساعدنا بهالمهمة. عموما أوكي دكتور نحن جاهزين. أوكي أصالة قديش حتقعد على الكرسي؟ أصالة ساعة. أصالة ساعة. وبعد القصة كلها حنحكي عن هدية أنت حتعطيوني إياها. أوكي كفو كفو يلا ليتس جو. لو سمحت دكتور ممكن تطلع أصالة لبرا لأنه حتوترني. دكتور لولاي ايوه استنى ما فكرت بجواب. بدها تسب ومو عارفه شو تسب. الكاميرا هلا حتروح على ايد اصاله. اوكي دكتور الله يعينك لما تدخل جوا شو حيصير. احنا سكتنا ميلا بس ان شاء الله ما تكسر لي التليفون. شوف شو تعرفت عليك على سناب شات. واو لما طلع منيح بتشوف رقم. بس جماينا بس تعرف كيف تصبيح. أنت أصلا لا ترجي تاني جوا فضايح. هنبلش بموضوع قص اللفة بس هنشوف قديش معانا بالضبط لنقص. بيعرف أنس، بيعرف إنه أنس من قبل ما يعرفني كان بده يعمل هاي ال... فيك تقولوا عملية. أخدتك قديش كم سنين؟ 10 سنين 7 سنين لحتى قرر يعني دورنا على أحسن دكتور ليعمل له هاي الشيء لأنه أنس كتير هيك كان متردد بالخيار إنه هو تحت إيدين دكتور أحمد. هلا he's confident it's gonna be the best. أوكي خلينا نشوف شو صار. أول شيء منمل هلا كل شفتي أنا ماني حاس فيها. هحط له مؤقت. طبعا بعد ما حضرنا الاسنان لازم نحط له مؤقت. المؤقت يكون على الشكل الجديد. ما حتصدقوا شكل اسنان انس، ما عرفت. حطوا رقمكم بالكومنتات تحت. اوكي عامل لك ناتشرال على الاخر. وهذا تخيلي هذا لسه المؤقت، لسه هذا بس كم يوم دكتور؟ يعني 5 ايام. 5 ايام بعدين بيجي الحقيقي. استنوا هلا انس لسه ما شاف اسنانه. شفته انا مره. اوكي شايف ينسوهم شوي. انا عم بعرف عم بحكي هسه رايح على المرايه هون. Oh my god. Dude. واو. واو. هذول مؤقتين لسه. هذا لسه المؤقت. واو. دكتور. دكتور بتعرف شو كل يوم. كل يوم مسخرة. وانت معفن. اظن لازم نطلع مع شي حدا اليوم صح؟ لقينا حدا من صحباتك تطلع. اوكي شكله انتهى الفلوج هذا. وهلا مثل المشاهدين لبسوني هاي وصار دوري. صار دور اصاله، ولكن قبل ما يجي دور اصاله تذكروا شو وعدتكم دكتور. وينك دكتور؟ دكتور احمد جربوع حيعطيكم ايفون. اي ايفون فيهم؟ ايفون اكسس ماكس الكبير هذا. حيعطيكم اياه. كل اللي عليكم تعملوه هن خطوتين. الخطوه الاولى انكم انتم تعملوا له اضافه على انستغرام حسابه وين بيلاقوه؟ حتلاقوه تحت بالديسكربشن. والخطوه الثانيه انكم تبعثوا له رساله تقولوا له نحن عملنا لك فولو من عائله انا صاله. هو حيروح خلال اسبوع يدور بكل الرسائل اللي انتم بعثوا له اياها وحيختار واحد وحيبعث له الايفون اكس اس ماكس. وبس هدول هن الخطوات. بتمنى انكم تربحوا الايفون. صاله شكلها هي تربحه. ولكن شكرا كثير دكتور على الاسنان. شكرا كثير على اللي حتعملوا باصاله هلا. وعلى النايتروس الزايد. Hello.
كل شيء صار بالبلوج لهلا شيء، والجاي حيكون شيء ثاني نهائي. ولكن جد شكرا كثير 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 دكتور. عفوا. اوكي وهلا دكتور محمد، دكتور محمد جربوع بيكون اخو دكتور احمد جربوع، هلا حيقلنا سبحان الله هلا حيقلنا شو حيعملوا باصاله. اوكي دكتور شو حيصير؟ سو اصاله عندها وجع جهه اليمين فوق. اوكي فاحنا بالاكس راي بتكون جهه اليمين هون عند الحرق. هاي اسنان اصاله. سو هاي اسنانها. اوكي ضرس العقل هون حلو تسوس كبير طالع باتجاه الخد. اوكي نعطيها تخدير. اوكي شفتي خلص الموضوع وهذا كله gonna use nitrous oxide. حلو اوكي سو هذا هو النيتروس غاز صح؟ هون حيكون هذا معمول انه فعلا بيضحك انت بشعور ريلاكس. حلو وممكن كمان تقلنا شغلات مفروض ما تقول بوقت ثاني. اوكي اصاله هذا النيتروس اصاله كبر انفك هلا شغلته ولا لسه؟ لسه. قالك داخت على السيره اصلا والله 5 minutes oxygen بعدين شوي شوي بنزيد لك النايتروس. بتعرفي يا صالة هي احلى شغلة عملناها لهلا تمك مسكر كميلة شكلها قررت تصير دكتورة اسنان. She's in love. اه شايف؟ اه انت رح ترجع محله. اوعى بدور عليها شو لقيتها. يا بلشت تحس ريلاكس. اوكي اصاله بلشت تحس ريلاكس تصبح على خير. اوكي هلا وقت التخدير. هلا مع الوجع حرام تخدير هني هلا after you're not gonna feel a thing. حرام حرام حرام. اوكي سو هلا اصاله خدرت نهائي حط لها هلا المفروض يختبر شو صار معي؟ ما هلا كنت تمام ما رح اتوجع معك. يلا اوكي هلا حشيك اذا عم توجع ولا لا مشان نعرف المخده شغال ولا لا. تنفسي في وجع؟ انت بتشوفي شكلك اصاله. هذا المقطع خذوا سكرين شوت منه حطوا له اياه على الانستغرام وبعثوا له اياه قولوا له مع نفسك في اللي حيطلع فيه حيترشح حيعمل حيحطها وش اللي انت وهيك اعمل خوف عاش. هلا دكتور عم يخلع في وجع؟ اذا في وجع ارفع ايدك. Honey if there's pain raise your hand. لوك طلع هاي السن الثاني هاي اصول مبروك يعطيك العافيه دكتور احنا مو بس تعبناك اليوم. اوكي اصاله هلا خلصت طلع الشفه تبعها حاولي تحركي شفتك اعملي انزلي تحت اعطيك الف عافيه دكتور. هلا دكتور هي ما حتاكل ولا تشرب من هون ل 24 بس بتشرب شغلات بارده ل 24 ساعه ايس كريم. هلا ايس كريم. اوكي هلا دكتور ممكن تقول لها ممنوع الشوبينج كمان لبكره؟ كثير مهم عشان خلع الشوبينج ممنوع. ممنوع حبيبتي شفتي؟ يعني ممكن بس الدواء والايس كريم. الحمد لله على السلامة. اوكي سو هلا حان وقت انه انا اختار لون الاسنان تبعي، وبتقدر تطلع على كل هدول وبتختار اللون اللي بدك اياه، الدرجة الرابعة صح؟ يس الرابعة اللي هو هذا، ولكن اللي اكتشفناه انه اصالة طلعت درجة ثالثة، يعني اقوى يعني اسنانها ابيض ما شاء الله صار هذا ناتشرال طبيعي طلع اسنانه والله شفتي بيعتني بحاله شو بصير فيه ليه هيك وجه انتوا ملاحظين وشه بلش ينفخ هون. اوكي شكرا كثير دكتور. كان دكتور وعدنا اذا اجيتوا على عيادات جوري حيظبطكم اي حدا من عيله انا صالح حيصير فيه تظبيط صح. كمان تنزل مسابقه بالديسكربشن تحت الانستغرام شو عم تقولي. شكرا دكتور احمد. شكرا دكتور محمد. شكرا للجميع. ثانك يو سو ماتش. شكرا شكرا. اوكي يا جماعه طلعوا وقفت على اليمين طلع اصلا شو عم تعمل طلع عم تعمل اصلا يو يو طب قولي لنا كلمتين قولي لهم مرحبا قولي لهم مرحبا قولي مرحبا مرحبا بلشت وين في دمجة؟ نو ما في دم نو ما في عم بلشت تشوف شغلات. اوكي ممكن تقولي لهم مرحبا بس اعملي المقدمة امانة لو سمحت اعملي المقدمة مرحبا كيف بعرف انا شو اليوم اكلنا هوا
اخذت الدواء لسه. هاي الدواء دكتور بحب اقول لك انها توصل لاشغله. شو مصاري. اوه طلع ميلا، طلع ميلا غفيته، لازم احط لها هاي مشماته يا روحه. اصلا هذا عم ترجع المصاري، عم تكلم درهمين هذول. اصلا جاعت ما فيها تاكل لمدة 24 ساعة، وبعدين حبة حبة شوربة وشغلات على الخفيف. اوكي يا جماعة، هلا احنا راجعين على البيت، حصالة لازم ترتاح، الدكتور قال له لازم ترتاح، فحنروح نريحها. حصور لكم انا مقاطع ولكن مو هون، رح صورها على الانستغرام. شكرا لجوري كلينيك على كل اللي عم تعملوا لنا اياه، تفاصيل كل شيء حساباتهم وكل شيء له علاقة فيهم بتلاقوهم تحت. لا تنسوا المسابقة حتى تربحوا الايفون واصول. الف سلامة يا رب، ان شاء الله تقومي بالسلامة، بحبك كثير كلياتنا. قولوا لي الف سلامة بالكومنتات تحت، وخبروني رايكم بالسنان وبس. إذا انت شايف القناة لا تنسى تعمل سبسكرايب كمارك فش لايك، وعملوا لنا فولو على الانستغرام. نهاية القصة هاي من البيت، أصار كيف حتكون حتلاقوها على الانستغرام وبس. هلا صار فيني نقول مني ومن ميلا اللي هي نايمة، هلا صار فينا نقول تصبحوا باي.